بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن Object Detection، أي التعرف على الأشياء وتحديدها من الصور والفيديوهات. قبل البدء في كتابة الأكواد بنقوم بتثبيت المكتبات التالية. افتح نافذة التيرمينال وبنكتب pip install OpenCV Python ومكتبة NumPy وكذلك Matplotlib. ونضغط مفتاح الإدخال Enter. بيقوم بتثبيت المكتبات الثلاث، لكن هنا أعطاني رسالة Requirement Already Satisfied، أي أن هذه المكتبات تم تثبيتها من ذي قبل. بنغلق نافذة Terminal وبعدها بستعين بالملفات التالية. ملفات هنا coco.names darknet.python utils.python ويولو version 3 configuration ويولو version 3 width. وأيضا أستعين بهذا المجلد images، وهذا المجلد بيحتوي على مجموعة من الصور التي سوف أستخدمها لتجريب الأكواد عليها. بحدد هذه الملفات جامعها select all وبعدين right click نختار copy، وهنا بعدها بنغلق هذا المجلد ونتجه الى البروجكت. في البروجكت تاب بنجد مسار المشروع right click وبعدها اختار paste. اوكي، هنا بينسخ الملفات ويلصقها داخل مجلد المشروع الحالي. وبعدها بنبدأ في كتابة الأكواد التالية. اولا بنستورد مكتبة الكمبيوتر فيجن، فبنكتب هنا import cv2 وبعدها بنكتب from utils import استورد لي جميع الفانكشنز، وبنكتب ايضا from darknet import استورد لي الموديل darknet. بنعمل creating لي variable هنا اسمه وليكن على سبيل المثال m يساوي، وبستخدم هنا الموديل داركنت وبفتح قوس وهنا بنسينجل كودز بكتب هنا يولو فيرجن 3.cfg. بنستعين بالملف الكونفيجريشن الموجود بداخل مكتبة يولو فيرجن 3. بعدها هنا بنستخدم المتغير M. هذا المتغير بياخد الكلاسز الموجودة داخل داركنت، فبنستعين هنا بالفانكشن لود ويدز وبنفتح هنا single codes وبنكتب هنا yolo version 3. وبنضع له ال extension، هذا ال extension الموجود w-e-i-g-t-s. بعدها هنا بنفتح متغير جديد وليكن هذا المتغير اسمه classes. بناخد اسماء الكلاسات اللي هنقوم بتحديدها، فبنستخدم هنا load classes names يحمل اسماء الكلاسز اللي هستخدمها من الملف كوكو، فبنكتب هنا كوكو دوت names اي من داخل هذا الملف. لو فتحنا الملف ده بنجد ان هذا الملف بيحتوي على مجموعة من الكلاسز الاسماء اللي هنقوم بتحديدها من الصور، زي مثلا person bicycle الكار الموتور بايك ايروبلين. بنجد هنا حوالي 80 كلاس ممكن نتعرف عليهم. بعدها هنا بنعمل متغير وليكن هذا المتغير اسمه object يساوي، فبنستخدم هنا cv2 dot وبنستخدم هنا image read لقراءة صورة. بنختار هنا صورة من الباث المسار images ونأخذ مثلا الصورة، أو الصورة عندي cat.javaj. بنكتب هنا بين single codes المسار أولا وهو المسار images، وبعدين هنا forward slash وبنكتب هنا ملف الصورة cat dot ونكتب الامتداد هنا javaj. بعدها بنستعين ايضا بالمتغير object يساوي، وهنا بنكتب مكتبة computer vision 2 dot وبنحول الصور من BGR ل RGB. بنكتب هنا convert color، حول نظام الألوان عندك من
الأوبجكت أي الخاص بملف الصورة كوما وبنكتب هنا البارامتر الثاني CV2 دوت وبنكتب هنا color وبنستعين هنا ب BGR2 RGB أي تحويل نظام الألوان اللي بناخد دايما به في البايثون وهو BGR حوله ل RGB. بعدها بنقوم بعمل متغير وليكن هذا المتغير اسمه image يساوي CV2 دوت ونعمل resizing من أول وجديد resize أي إعادة تعريف أبعاد الصورة من ال width و ال height. بنكتب هنا ال object اللي هغير أبعاده أي الصورة وبعدين هنا كوما وبنفتح هنا brackets وبنكتب هنا m dot width يعني استعين بالعرض الموجود عندك في المتغير m اللي أخده من الداركنت وبعدين كوما وبنكتب أيضا المتغير m dot وبنستعين هنا بالبعد height الموجود أيضا من داخل متغير m اللي أخده من الداركنت وبعدها هنا بننشئ متغير وليكن اسمه boxes يساوي ونعمل calling لfunction detect objects وبنضع المعاملات داخل هذه الفانكشن وهي m اللي استدعناها من الدارك نت وبعدين كوما وبنضع هنا الايمج المتغير الخاص بالصوره كوما وبنضع هنا الاي او يو ثريش يعني مقدار التداخل اللي هو اي او يو اختصار لكلمه intersection over union يعني مقدار التداخل بين الصور وبعضها بتحددها من نسبه مثلا نقول 4 من 10 0.4 ممكن تحددها اقل اعلى على حسب ما يطرا لك وبعدين هنا كوما وبنحدد نسبه السكور الاعلى اللي هو الخاص بالنون ماكس سابريشن ثريش مقدار السكور في التحديد للاوبجكت على الصوره يكون قد ايه مثلا انت عايز الدقه مثلا تكون من 60% او 70% او 80% كما يطرا لك تحدد نسبه التحديد بعدها هنا طبعا هتقول لي انا محتاج افهم هذه الداله ديتكت اوبجكتس اللي هو محور عملنا اليوم طبعا هي موجوده في الرابط التالي ان شاء الله ساترك لك هذا الرابط في وصف الفيديو بيشرح لك الان ام اس والاي او يو كيف يتم عملهم طبعا هنا والمراحل اللي بيتم من خلالها وكيفيه تحديد البوكس اعلى نسبه سكور وحذف المربعات اي حذف لي المربعات التي ذات نسبة أقل في عملية التحديد إن شاء الله هتجد هذا الرابط فيه شرح وافي جدا لمراحل عمل الـ NMS والـ I والـ Intersection Over Union كما ترى في هذه الصور طبعا هنا عمل لي مربعات بيحدد فيها الكائنات طبعا بنجد هنا مربع لونه أخضر هو المربع أعلى سكور ومربعات لونه أحمر دي أقل ومربعات لونه أصفر أقل هنا بيقوم بحذف المربعات ذات النسب الأقل وبعدين المربعات ذات النسب الأقل في المرحلة اللي بعدها وفي الآخر بيبقي لي المربعات ذات أعلى نسبة سكور طبعا هنا بيحصل تداخل ما بين المربعات وبعضها طبعا نسبة التداخل احنا بنحددها ونسبة أعلى سكور احنا بنحددها من خلال هذه الدالة اللي مكتوبة اللي هي detect objects اللي موجودة داخل utils.python من أول السطر بنحاول نرسمها نعمل لها بلوت هنا بلوت بوكسز ارسم لي البوكسز وبنفتح براكتس وبنكتب هنا الاوبجكت وبعدين كوما وبنضع عليها البوكسز اللي انا حددتها في الخطوه السابقه وبعدين كوما وبنضع عليها الكلاسز الاسماء اللي انا حددتها في المتغير كلاسز كوما وبعدين بنضع هنا البارامتر بلوت ليبلز يساوي ترو أضع له القيمة ترو هنجرب على الصورة الخاصة بالكات نضغط رن لكي نرى النتيجة هنا حدد الكات القط كما هو واضح وضع لي مربع التحديد على صورة القط نجرب صورة تانية ولتكن مثلا صورة دوج فبنكتب هنا دوج نضغط رن وجد هنا صورة الدوغ
وصورة البايسيكل عمل عليها أيضا ريكتانجل، وصورة التراك أيضا وضع عليها هنا ريكتانجل لونه أخضر، وطبعا هنا الدوج عمل عليه ريكتانجل لونه أصفر، والبايسيكل ريكتانجل باللون ريد. بنجرب صورة تانية، نغلق هذه ونجرب مثلا صورة فود الطعام، بنكتب هنا فود. طبعا المجلد images ان شاء الله سأضع لك الملفات دي، هتجدها في داخل الرابط اللي هتركه ان شاء الله في وصف الفيديو. كليك ران. هنا وضع لي مربعات بحددنا الباول، الكاروت، الدايننج تيبل، السبون، الباول. طبعا ممكن نكبر الصورة ونرى اكثر وضوح. دي بعض الكلاسز الموجودة ضمن القائمة قدر يحددها. بنغلق هذا الملف وبنجرب صورة مثلا بيرسون شخص، فنغير هنا فود وبنكتب هنا بيرسون، ونضغط ران. كليك ران. هنا هورس قدر يحدده، بيرسون، هنا دوج كما ترى. نجرب صورة تانية مثلا صورة ستريت، نضغط ران. هنا قدر يحدد موتور بايك، بيرسون، تراك، كار، بيرسون، كار كما نرى في الصورة. إن شاء الله سأترك لك رابط هذا الكود في وصف الفيديو، وأيضا المجلد images وهذه الملفات في وصف الفيديو. يمكنك الاستعانة بهذه الملفات، وأيضا سأترك لك الرابط اللي بشرح عمل الـ NMS ونظام الـ Object Detection كيف يتم من الدارك نت واليولو. واليولو اختصار لكلمة You Look Only Once. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.